خممت انا عندي معناها فيزا عام لفرنسا، قلت يظل لي واحد يمشي غاديك في فرنسا فما خدمه النجم نمشي غاديك لفرنسا وكا اللي فهمته من طريقتك تاع واحد يمشي لفرنسا يمشي ويقعد غادي يمشي غادي لا نقعد غادي توجع الكلمه فنان راه يقول لا صحيح لا ما عادش في محل والله وجعتني حاتم لا ريت نوجع لا والله الكلمه هذه كي تقول لي فنان بقيمتك بلاد كامله معناها تقدم لها هذه الكل يا رسول الله قلت لهم قري انا ما قلتش حتى شيء نقري معناها مليون و600 مليون و700 نتاع استاذ كان انت تحطني في بوست في وزاره الثقافه مثلا نكون انا معناها مسؤول على حاجه ولا نشارك في حاجه يظهر لي بلاد كامله ما تكلفش معناها شهريه نتاع استاذ هذه كله صدقني مشيت للوزر مشيت للوزير اعطيتها قبل ثلاثه غاني بلاش وما ما خدمتش خدمه